جات لنا فكره فيديو دلوقتي ان احنا نعمل مشروب احنا مخترعينه بالحاجات المتبقيه دي. بص مكسات بقى يا زميل, احنا عايزين ايه نخليها خلطه مشروب بالظبط كده. بالظبط نجيب كوبايه فاضيه, معاك بيبس, فين البيبس؟ معاك بيبس, معاك كوكاكولا, معاك مينيندا, فانتا, بص فانتا 7 في ديو هناك اهو الناحيه الثانيه, وسبرايت زميلي هاته, وبص كل حاجه كل حاجه. فاحنا ايه هنعمل كده, ايه كل حاجه نعمل المشروب بتاعه وايه يسميه ايه على اسمه المشروب ده انت مخترعه بقى, تاخد ايه جايزه نوبل بقى. بس اعمل المشروب بتاعك, اطلق العنان وانا هقعد اتفرج وهشرب اللي انت هتعمله وانت تشرب اللي انا هعمله. انا هعمل لك اللي انت تشربه بالظبط كده. انت قول بقى انت هتحط ايه بقى. فانت هتف احمر برتقال. كان في ايه فتيات القوه الصغننين دول كبير. هكذا ولدت فتيات القوه على الواحده دي. المكون اكس, العنصر الكيميائي اكس. انا ما مت ماليش دعوه, مش لسه حاطه ولا تحت خلاص. عشان حته تقيله في بيلقبوني باسم الاسد. انت دوق وانت تعرف تعرف ايه ده, كان قول لي طعم فيه. طعمه لابتوب جديد, طعمه لابتوب, لابتوب جديد. عارف غسيل, عارف صابون المواعين, صابون مواعين اللي بيبقى لونه اخضر ده, بتروح تقول للراجل عايز صابون مواعين ب 5 جنيه صابون مواعين مركز. انا مش عارف ازاي ما دوقتش صابون والله, ما انا والله العظيم ما بهزر. صابون مواعين والله, هو حاجه فيها صودا يعني سبحان حاجه الله. لا هي حاجه فيها صودا بس انت مش عارف انت بتشرب ايه, بس حلو يتشرب. جرب انت كده يتشرب يتشرب. لا يتشرب يتشرب, ممكن يبقى مثلا شركه كوكاكولا بقى تندمج بقى مع شركه فانتا مع شركه بيبسي كده كله, فاهم؟ هو مش بينه طعم والله, ما بينه طعم خالص. هو في صودا, هو في صودا اكيد, في صودا ويتشرب يجي منه. يعني انا قلت الموضوع هيبقى مأساوي بقى ومش هعرف اشرب حاجه, لا يجي منه جدا. ماشي, اعمل لك انا بقى المشروب بتاعي. ابدا اعمل لك انا بقى ايه بقى, مشروب كريم عفت. هنجيب فانتا, نحط ايه مريندا, تعالى نحط مريندا. عايزين بقى ايه نحل الحوار ده بشويه ايه ليمون. بص يعني افتحها شويه بس كده, فاهم؟ نغمق بقى, تعالى بقى نغمق شويه. ايه يعني ده عشان لونه ايه؟ بص 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 الله, هو ده انا عايزه. حط لنا ايه شويه ديو, حط بقى 7, حط 7 من شويه. شايف, شايف الفوران, شايف الفوران ده, حب الكول عشان كلور ده, ده كلور ده اللي احنا بنشربه ده. عشان حته تقيله في بيلقبوني باسم الاسد. ما تعملش اللي احنا بنعمله ده يا حسام, يا انا يا حسام ما تعملش كده يا حسام. بحب قوي الراجل ده على فكره. ده احلى ده ايه, ده احلى, ده احلى. عيب عليه, بس ده ريحته برتقان شويه. اشرب, حاسس تعمل السبرايت فيه اكتر. هو الميكس ده سبرايت بس برتقان. بتعمل برتقان, فانت اخترعت سبرايت بتعمل برتقان. تدي اصلا المشروب بتاعك كام من 10؟ 3. مش كان لسه شويه ما كان من عجبك؟ لكن لو شكل كوكاكولا الصبح عملت لك مشروب ده, الله ان هو مشروب جميل جدا جدا. اسمها كوكولا. دي كانت فكره فيديو كده مجنونه قلنا نعملها, شير في كل مكان, لايف في كل مكان, عايزين نوصل ل 100,000 اقرب وقت. هناك برده هتلاقي برده القناه بتاعته تحت الديسكربشن, هنقدم هناك محتوى جديد وكده وبتاع. ما ممكن حد يجربها من الشركه مثلا كوكاكولا مثلا ولا بيبسي وتعملها. كلها شركات منافسه صح؟ ما هي دي الفكره بقى. طب ما انت خليهم يتحدوا يعني. بالظبط. الحلقه الجايه هتبقى عنده هو, اعمل له سبسكرايب لكي يصلك كل جديد. وكالعاده دوس يا كوتش. سلام سلام.